بدينا الساعة 4:30 الصبح واتجهنا على الموقع اللي هو كناية عن بحيرة بيناموا فيها البطات وبيفلوا منها الصبح وبيرجعوا عليها من عشية على المبيت. رحنا أول نهار على صيد البط الصبح، كان كتير 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 سقعة. توفقنا ووزنا 7 لـ 8 أنواع من البط ونوعين من الوز اللي هن الإيجيبشن جيز والسبيروينج جوز. البط والوز طيور ذكية كتير. نحن وعم نتصيد نكون واقفين ورا البلايند وناطرينهم تيجوا يغطوا بالبوند اللي ورانا تياكلوا منه. فمعظم الأوقات إذا كان في شخص عم يطلع ورا البلايند أو حدا عم ببين، فكانت الوزة أو البطة عم تشوفنا عن بعيد وتلف وتفل. طير ذكي بده واحد يكون على طول متخبى ومتحضر له لأنه سريع جدا، والبط ما بيطير ستريت، يعني البط بيبقى طاير وعم بلولح يمين شمال. من أجمل الصيد الطيور اللي ممكن واحد يتصيده هو صيد البط. جاي رجع لك من هون. ساعة 8:30 أو 9 الصبح وقت اللي عيطنا البروفيشنال وقالنا أنه خلص وقفنا، اتفاجأت بالكمية الكبيرة اللي لموها الكلاب من البحيرة. يعني بتقوس ما بتلم. بالآخر اتفاجأنا بالكمية الكبيرة اللي لميناها بحدود 100 مطة. كانت هاي أكتر لحظة حسينا فيها عن جد شو جينا عملنا وديش كانت الهواية حلوة. صيد البط بجنوب أفريقيا بيتميز بشغلة كتير كتير حلوة، وهي إنه البط بجنوب أفريقيا هو طير محلي منه طير مهاجر، وهذا الشيء بيعطينا أدفانتج كتير كبير. هو إنه إجمالاً الطير المهاجر كتير كتير بيعتمد السكسس تبع الهونتينج تريب بالطقس، بينما وقت يكون الطير محلي الطقس ما كتير بيلعب دور بنجاح رحلة الصيد، لأنه الطيور موجودين بجميع الأحوال. السكسس تبع التريب بيعتمد كتير على قديه في اكل بالمنطقه وقديه الطيور عم بيجوا على منطقه معينه واذا في اكل حوالي البوندز او لا.
نحن بشهر جولاي هلأ في عنا ديس أدفانتج إنه المزارعين كتير حصدوا المحصول عندهم وفي أكل بثلاث أرباع المحلات فالبطات موزعين، ولكن مع هذا وكله قدرنا توفقنا بالبط والشباب انبسطوا كتير ورحنا أربع مشاوير على البط. أول مشوار الصبح كان كتير حلو، إجا كمية بط كتير كبيرة على البوندز، ولكن كان في هواء قوي والبطات كانوا عم يجوا سريعين كتير، القواص ما كان هين أبدا، ولكن الشباب قوصوا كتير منيح وكان الصبح صيدة بط رائعة. رجعنا رحنا بعد الظهر بنفس النهار على بوند تانية، بوند اللي هي بحيرة صغيرة، تأخروا البطات تأجوا، ولكن قبل ما تعتم الدنيا مرق كمية بط كتير كبيرة وخلصنا النهار بعدد كتير حلو وكانوا مبسوطين الشباب. انه بالمبدا هون تراج عندهم كثير بوريد، عندهم يعني قد ما بيجيهم صياده بيعطوهم بوريد، بس انا معود على باروده معينه اللي هي بنالي كريو جبتها معي من لبنان. كمان هون تراج امنوا لي كل الاوراق، رخصه من الوزاره والرخصه من ساوث افريكا، جبتها معي من لبنان على ساوث افريكا وصيدت فيها هون. بتنبسط اكثر بس تصيد بسلاحك انت مش سلاح غيرك. صار معنا شغلة مهضومة كتير، كنا أول يوم عم نصيد حيوانات، شفنا حيوان اسمه بوشبك، هالحيوان كتير كتير حلو صيده لأنه كتير بيشبه الكودو بتصرفاته، بيضلوا مخبى وقليتها تقدر تشوفه، فسألنا البروفيشنال هانتر اللي معنا إذا فينا نقوصه لأنه كان موجود على جبل بعيد شوي، قالنا لا ممنوع نقوصهم بهيدي المنطقة لأنه هون في قوانين، يعني إذا الحيوان ما في منه بكترة أو بدون إياه يتكاتر أكتر ممنوع نصيدهم ابدا. فقلت له اذا بتلاقي بوشبك كتير كتير كبير ميت على الطريق او شي محل بكون نحن مقوصينه، فعم يضحكوا ونحن ضحكنا اكيد كنا عم نمزح. تاني يوم طلعنا بالسياره تنروح الصبح تننطلع على الصيد وفجاه بنلاقي حيوان بنص الطريق ميت. I think it's a female. How do you know that it's a female? We see the tracks. هون في تراكس ليبرد يلي هو الفهد، شافوا له اجراه هون، شكله هو اللي قتل الحيوان هونيك اسمه بوشباك. فجينا تنزل من السياره بيقولوا لنا الشباب ما حدا يمشي بدنا نشوف شو التراكس. مشيوا الشباب طلعوا لقيوا انه في بوشباك يلي كنا عم نمزح معه قبل بيوم انه اذا بتلاقي بوشباك على الطريق ميت بنكون احنا مقوصينه، ولكن طلع في صياد غيرنا بالمنطقه يلي هو الليوبار او الفهد، طلع قبل بليلة مصطاد البوشبك وحطته على الأرض مشان يرجع يأكله تاني يوم. بس كانت شغلة كتير حلوة وشفنا سنانه للليوبار كيف معلمين عرقبته للبوشبك، وهيدي الحياة البرية هون بأفريقيا في صيادة غيرنا فبدنا نحترمهم. كمان ضمن بروجرامنا للرحلة كان في كمان جزء كبير نحن خصصناه لصيد الحيوانات. أكيد قبل ما نبلش صيد حيوانات رحنا على الشوتينج رينج تمشان الشباب يقوصوا بالوريد لأنه أول مرة بيقوصوا فيهم، وجبنا اثنين كاليبرز يلي هن 300 وينشستر ماجنوم وال 308، اثنين كاليبرز كتير حلوين والشباب قوصوا فيهم اثنينهم
ويعقوب كتير حب ال 300 وينشستر ماجنوم لأنه حطينا له تارجت على 300 متر وصيبه للتارجت، فانبسط كتير فيها للبارودة وقرر يقوس فيها على الكودو لأنه الكودو حيوان كبير كمان. 308 أكيد بتقتله، بس في حال 300 إجا الضرب بعيد 15 سنتي 20 سنتي عن القلب أو الرواية بتضلها تقتله. فأخذنا 300 وينشستر ماجنوم ورحنا على الصيد. يعقوب كان كتير حابب يقوس كودو وبلشنا صيد على هالاساس. مشينا كان لنا شي نص ساعه مشين، فجاه بيطلع قدامنا نياله. النياله من الحيوانات اللي بتتخبى كتير بين الحراش ومنا بتكون كتير اكسبوزد على طول، يعني من الصعب انه تلاقيها. النياله هو حيوان كتير حلو وهو من السبايرال هورند انتلوبس اللي بيجوا قرونهم مبرومين مبرومين وطالعين بالطلوع هيك. فطلعنا عليه من بعيد ما قدرنا نشوف مظبوط قد ايه الحيوان كبير، وقلنا قررنا خلينا نقرب اكثر عليه تنشوف قد ايه عمره للحيوان، لانه اكيد نحن هون بننقي الحيوانات اللي لازم نقوصهم وما بنقوص غير الذكر الكثير كبير يلي رح يموت ويلي ما بقى فيه يجيب اولاد. يعني فقربنا وصلنا على مسافة 280 متر تقريبا، طلعنا بالنيالة طلع حيوان كتير كبير وختيار يعني لازم نقوصه. البروفيشنال هانتر بيسألوا ليعقوب إذا عباله يقوص نيالة، ويعقوب بس عرف إنه حيوان كتير كبير تحمس على الفكرة كتير وقرر إنه بده يقوصه. عملنا ستوكينج توصلنا قريبين عليه تقريبا بحدود 250 متر. ما عدنا قدرنا قربنا أكتر عليه لأنه كان في بيننا وبينه مثل ساقية قاطعة وعالية كتير وما بتنقطع على تاني ميل، فاضطرينا نقوصه على 250 متر. بس البوزيشن بالقواس ما كتير سمحت لي أنه صيبه بكتفه تتجي الدكة بقلبه أو برويه. فانطرناه تقريبا 10 دقايق أو ربع ساعة، آخر شي نحن غيرنا البوزيشن تبعنا وصارت البوزيشن بيرفكت. فقوصناه أول ضرب صابه بأجره بس ما قتله، واضطريت أوصه ضرب تاني بعدين كرمال قتله واختفى. نحن عرفنا انه صابوا يعقوب، ولكن شفنا الحيوان ركض شوي. بعد شي 10 دقايق انطرنا مشان ما نروح دغري، لانه اجمالا اذا الحيوان كان عايش ولحقناه دغري بيركضنا كثير لانه بيضل في روح وبيحس بخطر فبيضل راكد قدامنا. لهالسبب انطرناه شوي ورجعنا مشينا ورا محل ما كان مقوصه يعقوب، وطلعنا فيه لقيناه شبه ميت يعني عم بينازع، فقوصوا اخر ضرب بس مشان يريحوا ويقتلوا. قوصنا النياله كان بعيد عنا تقريبا بين 250 ل 260 متر،
واثناء كمان ما صبناه رجعنا حاولنا نقوسه مره ثانيه كمان كان بعيد صبته بس ضل عايش كان نايم هون على الارض عم بنازع بس بعده عايش قوسناه ضرب ومات هللويا على قولة السنة الماضية أنا وخي يعقوب جينا على ساوث أفريكا قوست غزال اسمه بلاسباك. حبيت السنة إنه أجي أقوس غزال تاني اسمه إمبالا. فجأة بيجي غزال تاني بيوقف بوجه الغزال اللي انا بدي اقوسه ما عاد فيني اقوس بيرجع بيزيح الغزال بيقف ورا منه كمان ما فيني اقوس لان في حال قوست بقتل اللي وراه رجعت نطرت بحدود الربع ساعة فكان اتحركه واعطيته شاط اجت بقلبه مشي تقريبا بحدود الخمس امتار ومات ضمن بروجرامنا لصيد الحيوانات كنا في نقطة كتير مهمة وحيوان كتير حلو انه تتصيدوا عطول بس تجع افريقيا وهو الكودو هيد السنة كان الكودو نمبر وان على الليست تبع يعقوب فجينا لهون اول حيوان بده يجرب يقوصه هو الكودو وجينا على رحلة 12 يوم مشان نقدر نتوفر فيه لانه هون بسموه The Grey Ghost لانه الكودو حيوان قليل تتشوفه بدل متخبى كل النهار بين البوشز بين الشجر بالحراش يعني حيوان كتير صعب انه تقدر تشوفه او تلقطه او تقرب منه برمنا عليه كتير كتير ما كنا نلاقيه في يوم من الايام رجعنا على المغيب شفنا كودو كتير حلو على تاني جبل كان بعيد تقريبا بين 280 و 300 متر بس كان الوقت مأخر كتير فتشاورنا نحن ويعقوب والبروفيشنال هانترز اللي معنا وقررنا اخر شيء انه ما نقوس الكودو لانه الوقت كان كتير مأخر واول شيء حنتعذب كتير تنطلعه الكودو حيوان كتير تقيل وبده شغل كتير تنطلعه من الوادي وتاني شيء ما رح نقدر نصوره مزبوط ونحن هون مش بس تنقوس كمان نحن بدنا نصور وما في شيء بيضل غير الصور والفيديو وهودي هن اللي بيذكرونا بالصيد اللي تصيدناها رجعنا تاني يوم من قبل الضو ضلينا نبري مع الكودو كل النهار ما كنا نلاقيه وصلنا لمرحلة في شوية خيبة أمل عند الشباب بس نحن وراجعين على اللوج على الهانتينج لوج يعني ياني شاب ما في أهضم منه هو شاف شيء على راس الجبل
وقالنا على ارجح كودو، فنقدرنا عليه طلع كودو كتير كبير، وعلى ارجح هو نفسه الكودو يلي كنا شايفينه قبل، وقررنا انه لازم نجرب نقرب عليه ونقوصه. يعقوب هو يلي اخذ القرار اكيد انه خلص بده يقوصه. البوزيشن تبع الحيوان نفسه كان شوي صعب، لانه كان واقف عم يتطلع فينا. هو اجمالا الحيوان لازم يكون واقف على جنبه كرمال تقدر تقوصه بكتفه وتجي رصاصه بقلبه. فبما انه كان لنا يومين نبرم على الكود، وحبيت انا انه اخذ الريسك وجرب انه اقوصه بصدره من قدام على قلبه دايركتلي، مع انه قواسه كانت كثير صعبه. فقرر يعقوب انه بده يوصل للكودو، وكان ما كان قريب ابدا، كان على مسافه بين 250 و280 متر. والحمد لله قوصته وفز ونزل بالمثل وادي. فنحن هون عرفنا انه نصاب جود شوت، بس مش عارفين انه اذا مات ولا بعده عايش عم بنازع. فقوص يعقوب الكودو فرد ضرب، وكان الشوت بليسمنت كتير منيح، صيبه بقلبه. فالحيوان ما عذبنا كتير انه دغري مات، بس المصيبه كيف بدنا نجيبه، لانه وقع بوادي والكودو وزنه تقريبا 300 كيلو. رحنا على ضيعه قريبه، جمعنا 3-4 شباب تيساعدونا ونزلنا على الكودو. صرنا كلنا عم نبرم عليه، فجاه حدا من الشباب بيلاقيه ويبلش يسوفر لنا. كلنا سوا بننزل تنشوف الكودو، حيوان رائع اكيد كتير حلو. كانت كلها صخور وشجر وهيك، وحظنا حلو انه هو وراكد يعني فز اول فز والتاني ومات بالجو. حظنا حلو انه ما تكسر قرونه وبقي التروفي مثل ما هي، وكانت يعني من اجمل اللحظات عندنا بالسفره، لانه حيوان كتير حلو وانبسطنا كتير فيه. بس تصورنا وانبسطنا وكل الشباب تصوروا معه، بس بعدين بدنا نطلعه. قررنا نقص الكودو باثنين، و على الطريقة التقليدية الأفريقية قصينا جزء شجرة كمان شباب قصوه. فبعد ما قصوه اثنين ربطوا له إجراء بالغصن الشجرة، ونحن لقيناهم بالسيارة من فوق بالتراك 4x4 تراك. درب موفق 100% جو 52 متر مش هاي هابش هو كيف نان. think you wanted to look left or right? What the?
ناطرين الوز دايما وش عم بيصير. وز كتير بس بعد ما مرق شيء. في شوية هوا هلا بس يروق بعد اللي بيجي البط. نحن هلا جينا نتصيد بط ووز، ومعظم الطيور رح تعرق هي مبدئيا بط. هيدا هون بسموه زوول لأنه نحن واقفين على السد مثل ما انكم شايفين، ورانا المي. بيجي البط من عشية تياكل، بالليل بيرجع بسرب على مثل سد كبير تاني. بس في شوية هوا، ان شاء الله نتوفق اليوم. مقوس حلو كتير، بكير شوي هلا على المرق، الساعة 3:30 تقريبا. اكيد هني مفكرين انه المرق خفيف وما في شيء، بس انا اكيد انه بعد شي ربع ساعة تلت ساعة حيبلشوا البطات وحيكونوا مبسوطين كتير الشباب، وحيكب عليهم البط بشكل حلو كتير. الصيد بالنسبة لنا أكيد هو أهم شيء، ودائماً بنحرص نصيد بأحسن مناطق صيد بكل دولة، والبويريد تكون أحسن أنواع البويريد، والخرطوش دائماً نعمل حسابنا الخرطوش يكون متكوك بأوروبا ومنستورده على البلد يلي منصيد فيه. ولكن الإكسبيرينس كلها سوا بتعني لنا أكتر بكتير من الصيد.
الهانتينج لودج كتير كتير مهم بالنسبة لنا، الأكل كتير مهم، الاتيتيود تبع الستاف كلهم سوا أنها تكون بوزيتيف والجو يكون كتير حلو، لأنه بالنهاية الصيد هو رفقة، فإذا ما كان الجو حلو ينفرد شخص بينزعل على السفرة كلها سوا. فنحن بيهمنا كتير نأمن هالجو الحلو تمشان الكل يكون مبسوط، لأنه بالنهاية أهم شيء بالنسبة لنا الصياد يكونوا مبسوطين، وشو ما بيبسطون نحن بنعمله. حسب خبرتنا المتواضعة صيادة بيجوا نوعين، نوع من الصيادة اللي آخر همه ينام على الأرض ما عنده مشكلة، ولكن بهمه يصيد كميات طيور كتير كبيرة أو كميات حيوانات كبيرة، وفي نوع صيادة بهمهم كل شيء يكون مأمن له بطريقة بالانسد ومتكاملة، يعني يكون المنامة بتجنن، الأكل بيجنن، والصيد كمان يكون وفير. نحن جميع أنواع رحلات الصيد موجودة عندنا، ولكن في شغلة كتير مهمة لازم الكل يعرفها، هي أنه نحن مع الصيد المستدام، يعني نحن مع السستينابيليتي بالهنتينج، فما بيهمنا نقوس مئات الطيور وينقطعوا الطيور وولادنا وولاد ولادنا ما يقدروا يصيدوا، مشان هيك دايما في عندنا ليميتس للصيد، وهول الليميتس هن بيفيدونا لقلنا نحن كصيادة، لأنه بدنا ولادنا يقدروا يصيدوا وولاد ولادنا يقدروا يصيدوا.
بعد ما يعوبة وسلكودو قررنا انه بدنا نروح على منطقة صيد فيها كتير انواع حيوانات وشو بيطلع قدامنا منشوفهم ومنقرر اذا منقوصهم او لا. فاول نهار رحنا كرمال نقوص ريد هارت بيست او اي بلاينز جيم يعني ممكن نتلاقى فيه. بس الحلو كان فيها يعني ريد هارت بيست جولد تروفي يعني قرونهم كتير كبار ودكورة كتير كبار. يعقوب كان عباله يقوس كذا حيوان. المنطقة هونيك open area منعيط لها، منطقة مفتوحة ما فيها شجر كتير، فصيد فيها أصعب لأنه ما بنقدر نقرب على الحيوانات، فالحيوانات بيشوفونا على مسافة أبعد وبيهربوا بسرعة. حاولنا كذا مرة نقرب على ريد هارت بيست، كانوا يشوفونا من بعيد وما يخلونا نقرب عليهم. جربنا نقرب على سبرينج بوك كمان ما يخلونا نقرب عليهم. كان في أوستريش نعامة يعني إذا ركضت يشوفها ركضت يهرب هو، فتعذبنا كتير. تعذبنا كتير كل النهار نبرم على الحيوانات وما نوصل على شوتينج رينج، يعني أقل حيوان يضل بعيد 400 متر، والبارودية اللي معنا نحن مانا مجهزين أن تتقوص على 400 متر. فوصلنا لمرحلة إنه خلص ما رح نقدر نقوص شيء. نحن وراجعين على السيارة كمان منشوف اثنين زيبرا واقفين بعيد عنا، فقلنا بما انه قلنا كل النهار عم نبرم وما قدرنا قوصنا ريد هارت بيست بركي منقوص الزيبرا. نحن وماشيين على الزيبرا منشوف قرون حيوانات مبينة هيك طالعة فوق الحشيش. It seems انه كانوا سبرينج باكس. شاف البروفيشنال هانتر سبرينج باك وسألوا ليعقوب اذا عباله يقوصوا، فيعقوب ما فكر مرتين قالوا دغري بده يقوصوا. You see the group together? They fought. They were lying here. Count with me. 1, 2, 3. But wait, you can't shoot. He's moving, now, he's shaking his head. Stop. Okay, shoot him. Good shot. That's his head. Is that? Zebra here. Wildebeest are here. Good shooting. Is that? Yes! Look. I made it. I'm a zebra. I'm clean up. Yes, I am. Shoot a zebra also. Ons is meer na die bergse kant toe, onder die kraglyn.
king. يلا جيبها يلا يلا يلا. فبعد ما يعقوب قوى سبرينج باك قررنا انه نرجع تاني يوم على نفس المنطقة تنقوص الريد هارت بيست لانه كان في دكر كتير كتير كبير بيناتهم وما كان بدنا نروحه علينا. بعد نهارين من المعاناة نحن ولحقين الريد هارت بيست ما كنا نقدر نقرب عليه ابدا. قررنا حتى انه ما نقرب عليه يعني على مسافة 700-800 متر بالسيارات نكون بعيد عنه وننزل ونمشي لأنه بأي لحظة وأي حركة صغيرة حتى صوت السيارة كانوا عم يهربوا منه على 500-600 متر حتى على 1000 متر كانوا عم بيشوفونا ويهربوا. أول ما وصلنا شفناهم نحن كنا واقفين على راس التلة وهن بسهلة بكعب الوادي فنودرنا عليهم شفناهم كانوا بعيد عنا تقريبا شي كيلومتر وخططنا عملنا بلان كرمال نروح عليهم في مثل مجرى سايل لأنه هون وقت تشتت الدنيا كتير بتعمل سيول وبتفتح مثل نفق بالأرض. مشينا فيها كل الوقت ما بيشوفون الحيوانات مشينا فيها حوالي 500-600 متر وشفناهم آخر شيء كانوا بعيد عنا تقريبا بحدود 150 متر. لما قربنا تنقوصهم مثل العادة عكسنا الهواء وطلع الهواء بعكس الدايركشن المطلوبة وشمونا الحيوانات ورجعوا هربوا. فكان علينا عمل كتير شيء يعني فتنا بمطارح كل الوقت قفين مطارح حتى اضطرينا انه نزحف وندبدب على الأرض. منطقة كان كلها معظمها شجر فيها شوك حتى شوك طالع من الأرض تعذبنا كتير. طب الاخر رحنا تخبينا حد هونيك شوكي طالعة بنص السهلة وسائبت انه قطيع الغزلان بيركض وبيمشي تقريبا عيميننا على مسافة 180 لل 190 متر فشفناهن على النادور وطلعنا لقينا الحيوان اللي قلنا يومين نركض وراه وكان حيوان كتير كبير وقرونه كتير حلوين. ما كان مبين منه إلا قرونه وشي 10 سنتي من ظهره فاضطريت أنا أقدر تقريباً المسافة اللي بدها تكون على نص جسمه تقوصه بشكل أنه تجي الرصاصة بقلبه. أخذنا الشوت وفكرناه قلب. رحنا مطرح ما قوصناه ما كنا نلاقيه لأنه مطرح الحشيش كتير عالي وفي كتير شوك وحشيش وكانوا الشباب شافوا وقت اللي قوصت أنا أنه راح القطيع طلع بصوب الجبل. فمشينا حوالي شي نص ساعة باتجاه الجبل ندور على أي قطر على دم على شي ما كنا نلاقيه فقررنا أنه منرجع على السيارة ومنطلع بالسيارة ومنرجع منطلع منشوف القطيع لأنه شافوا واحد عم يعرج بالقطيع. لما نحن ورجعين على السيارة منطلع هيك عشمالنا منلاقيه ملقوح على الأرض بمطرح ما كنا صايبينه وما حدا انتبه له بس قد ما الحشيش عالي كان منصاب والشوت دغري قتلته. Hold on, my friend. Thank you. I don't know why we doubted you from the first place. Yeah, we asked him, but I'm kidding. Walla boya, how fuck? Fuck, it's good we didn't leave him and go. Don't do it. Tell Yanni we see him running there up the mountain. Tell him to run.
He's right, that's the other crippled one. كنت يشاوب على نيجيريا. ورحنا تنشوفه ما كنا نلاقي الضرب وين جاي. ضلينا 10 دقايق نبرم على الضرب وين جاي. وتاخر شيء ابو يعقوب تاكد انه منطقيا لازم يكون جاي برقبته وطلع مزبوط جاي برقبته بس بطريقه انه طالع الضرب من قلبه فيعقوب مقوصه كثير منيح وثاقبت الحيوان برم رقبته هو عم بقوصه يعقوب بس اجى الضرب مزبوط والحيوان ضل بارضه أنا يوسف شغوري من زيارة أنا قبل ما بلش نظم رحلات صيد أنا صياد أساساً وهلأ صار الصيد بياخد جزء كتير كبير من حياتي الصيد من أحلى الهوايات اللي ممكن إنسان يمارسها لأنه عفار الطاولة بيجتمع فلاح وحكيم ومهندس بالألفين وستعش ساقبني الحظ وتعرفت على رجال اسمه أبو يعقوب وكان معنا بسفرة صيد بساوث أفريقيا وأبو يعقوب قال لي بدي بقى أعرفك على ابني اسمه يعقوب واتصلنا فيه بنفس الليلة وحكيت مع يعقوب وحسيت حالي اللي بعرفهم لهالجماعة من 10 سنين وبس رجعنا على لبنان رحنا لعندهم على كفر دبيان وبالفعل حسينا انه الجماعة مثلنا بيشبهونا نفس الشيء مرحبا يا شباب انعزمت على رحلة على ساوث افريقيا من قبل ابني رحت انا وصهري وابني ومنسق الرحلة يوسف الشغوري ومعنا مصور كتير مهضوم من الاخوان شي عائلتك ضيعت ياسين وكانت رحله حلوه كتير ويوسف الشغوري وفي بدل مثل ما قال ودبل عن ما قال هالشي خلاني امسط كتير والله يرزقكم يا شباب ان شاء الله بكره تجوا انتوا واولادكم وبتنبسطوا وكانت رحله كتير حلوه وفي شغله قوصنا وبسطنا كثير بس في غزال عمره طويل قوصته جاي تفق منه ويعطيكم العافيه سلبيتكم نحن هالرحله اجمالا على افريقيا كل سنه عم نعملها مع خينا وصديقنا يوسف شغوري يلي عنده شركة هانتوراج نحن بالنسبة لنا خينا يوسف يعني أكتر من صديق وبمثابة خي وكل سنة منروح معه ومننبسط كتير ومن أجمل السفرات والسنة كنت أنا وبو يعقوب الوالد يعني وصهري نجيب عقيقي وحبينا هيك تكون سفرة عائلية مميزة هيك للذكرى بعدين بيبقى واحد بحضرها لولاده والولاد ولاده بيبقوا بيتذكرونا يعني بهالموفي الحلو تجربة صيد البط كتير حلوة ورائعة جدا نحن جينا على ساوث أفريقيا جربناها مع هانتوراج فعلا بيضولنا وجهنا وكان نهار بيرفكت رائع كانت تجربة بتعقد إذا بتحبوا تجربوها أو إذا بتحبوا حدا يجربها لأنه ما أنا موجودة بلبنان أنا برأيي الشخصي جربها مع هانتوراج